أسعد الله أوقاتكم وبكل الخير. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، نستهلها بأبرز العناوين. اللواء زبيدي يشدد على أهمية عودة مؤسسات الإعلام الرسمية للعمل من الداخل والارتقاء بعمل الإعلام الرسمي. مجلس القضاء الأعلى يقر تشكيل عدد من الدوائر في المحكمة العليا وتفعيل العمل في جميع المحاكم والنيابات بالمحافظات المحررة. ميليشيا الحوثي ترتكب 175 خرقا للهدنة الأممية في جبهات الحديدة وتعز والضالع وصعدة ومأرب والجوف. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. التقى عضو المجلس الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية الدكتور محمد سعيد الزعوري وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ومجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية برئاسة نجلاء الصياد المدير التنفيذي للصندوق، واطلع اللواء الزبيدي خلال اللقاء على سير العمل في صندوق الرعاية الاجتماعية والصعوبات التي تعترض سير العمل فيه والجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفعيل عمل الصندوق واستعادة مقراته في عموم المحافظات وتوسيع نطاق عمله وتمكينه من تنفيذ المشاريع المناط بها. وفي اللقاء وجه اللواء الزبيدي رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالعمل مع الشركاء الدوليين لتمكين صندوق الرعاية الاجتماعية من القيام بدوره في نطاق اختصاصه، وفي مقدمة ذلك إعادة مشروع الحوالات النقدية الطارئة الممول من منظمة اليونيسف إلى الصندوق باعتباره الجهة المختصة بتنفيذه. بدوره عبر الوزير الزعوري عن شكره وامتنانه لكل الجهود التي يبذلها اللواء الزبيدي في سبيل النهوض بمؤسسات الدولة وتفعيل نشاطها في خدمة المواطنين، مثمنا دوره في دعم صندوق الرعاية الاجتماعية لاستعادة دوره كمؤسسة وطنية تخدم الملايين من المواطنين من الفئات الأشد فقرا. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي في محافظ محافظة الحجة اللواء أحمد عبد الله التركي، واستمع اللواء الزبيدي خلال اللقاء الذي حضره مدير أمن محافظة الحجة اللواء صالح السيد من المحافظ التركي إلى شرح موجز عن مستجدات الأوضاع في محافظة الحجة وسير عمل السلطة المحلية فيها وجملة الصعوبات والمعضلات التي تواجهها. كما اطلع اللواء الزبيدي من المحافظ التركي على نتائج زيارة الفريق الحكومي إلى مديريات يافع والأصداء الإيجابية لهذه الزيارة على المستوى الشعبي، حاثا في السياق السلطة المحلية على التنسيق مع الحكومة لتنفيذ زيارات مماثلة للمناطق الأخرى في المحافظات أو في المحافظة للوقوف على احتياجاتها وتلمس هموم ومشكلات أبنائها والعمل على حلها. وأكد اللواء الزبيدي على الأهمية الكبيرة التي تحظى بها محافظة الحجة لدى مجلس القيادة الرئاسي باعتبارها العمق الاستراتيجي لعاصمة المؤقتة عدن، مشددا في السياق على ضرورة تكثيف الجهود خلال المرحلة القادمة فيما يخص تعزيز الجانب الاقتصادي ومشاريع البنية التحتية من خلال توفير البيئة الجاذبة للاستثمار، خصوصا وأن الحجة لديها كافة مقومات الاستدامة لنجاح الاستثمارات الزراعية والصناعية. وأبدى اللواء الزبيدي استعداد مجلس القيادة الرئاسي لتوفير كافة أوجه الدعم للسلطة المحلية في محافظة الحج وتذليل أي صعوبات تواجه سير عملها بما يضمن إنجازها لمهامها المناط بها وإحداث نقلة نوعية يلمس أثرها المواطن في المحافظة بشكل مباشر. من جانبه عرب المحافظ تركي عن شكره وتقديره للاهتمام الذي يوليه اللواء الزبيدي لمحافظة الحجة وحرصه الدائم على الاطلاع على أوضاعها وحل مشكلات أبنائها، مؤكدا استعداد السلطة المحلية في المحافظة لحشد كافة الطاقات والجهود للنهوض بأوضاع المحافظة والارتقاء بها نحو الأفضل. شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي على أهمية الارتقاء بعمل الإعلام الرسمي وتطويره ليواكب المتغيرات المتسارعة في مجال الإعلام وتقنية المعلومات. جاء ذلك في لقائه مع نائب وزير الإعلام حسين باسليم الذي أطلعه على واقع الإعلام الرسمي والجهود المبذولة لفتح المؤسسات الإعلامية التابعة للوزارة وصيانة مقراتها ورفضها بالمعدات الحديثة لاستئناف عملها من العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات. وجدد اللواء
الزويدي تأكيده على عودة كافة وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها إذاعة وتلفزيون عدن، داعيا في السياق قيادة وزارة الإعلام لبذل المزيد من الجهود لاستئناف عمل الوزارة ومكاتبها في عموم المحافظات للقيام بالمهام المنوطة بها على مختلف الأصعدة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي الواعي دروس قاسم الزبيدي نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبد الرب غانم المحولي وطلع الزبيدي من المحولي على جملة الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والتدخلات في التي تطال هذا القطاع من قبل شخصيات نافذة في وزارة التعليم العالي بعد دمجهما في وزارة واحدة ضمن حكومة المناصفة المنبثقة عن اتفاق رياض. وشدد الزبيدي على سرعة تفعيل قطاع التعليم الفني والتدريب المهني وعقد ورش العمل العلمية لتحديث مناهجه الدراسية، وكذا إعادة تأهيل المعاهد والورش الفنية التابعة للوزارة بما يضمن مواكبة هذا القطاع للتطورات المتسارعة علميا وتكنولوجيا. وأكد الزبيدي دعم مساندة مجلس القيادة الرئاسي لقيادة قطاع التعليم الفني والتدريب المهني واستعدادها لحل الإشكاليات التي تواجه سير عملها نظرا للأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا القطاع في تنمية مواهب وقدرات الشباب ورفض سوق العمل بالكادر المدرب والمؤهل. من جانبه ثمن نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني حرص اللواء الزبيدي على الاطلاع على المشكلات التي تواجه عمل هذا القطاع ودعمه لقيادة القطاع لتفعيل دوره والنهوض به. وافق مجلس القضاء الأعلى في اجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي محسن بن طالب على الطلب المقدم من رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي اللحوش بشأن تشكيل عدد من الدوائر في المحكمة العليا على أن يتم استكمال بقيتها خلال الفترة القادمة. وكلف المجلس هيئة التفتيش القضائي بإعداد تقرير شامل لسد الشواغر في جميع المحاكم والنيابات في مختلف المحافظات المحررة، مشددا بهذا الصدد على ضرورة تفعيل العمل في المحاكم والنيابات والانضباط فيها وتعزيز دورها لما فيه خدمة المجتمع. كما كلف المجلس الشؤون المالية في جميع هيئات السلطة القضائية بإعداد تقرير بمتطلبات العمل المالي والإداري خلال المرحلة القادمة واستكمال أعداد مشروع الموازنة للسلطة القضائية للعام القادم ورفعها للمجلس لمناقشتها في اجتماعاته القادمة على أن تستوعب التطلعات وطموحات أعضاء السلطة القضائية وبما يسهم من الرفع من مستوى أداء القضاء وأعضاء النيابة وتسهيل إجراءات التقاضي. بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ستيفن فاجن التطورات والجهود المبذولة لتحقيق السلام. أكد الوزير على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة وإيقاف خروقات ميليشيات الحوثي والشروع في الفتح الفوري للطرق الرئيسة في تعز وضمان توظيف عوائد موانئ الحديدة لدفع مرتبات الموظفين. كما تطرق بن مبارك إلى الخروقات المتعددة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي والتي تقوض من استفادة اليمنيين من الهدنة التي رعاها الأمم المتحدة، مذكرا أنه خلال الأيام الماضية ارتكبت هذه الميليشيا أكثر من 175 خرقا للهدنة في عدد من المناطق منها الحديدة وتعز والضالع وغيرها من الجبهات، مشيرا إلى أهمية ممارسة المزيد من الضغوط على هذه الميليشيا للالتزام ببنود الهدنة ورفع المعاناة عن اليمنيين. وأشاد بالدعم الأمريكي لليمن مؤكدا أهمية استمرار هذا الدعم وزيادته خاصة فيما يتعلق بالدعم الاقتصادي للحكومة باعتبار أن الاستقرار الاقتصادي سينعكس بشكل إيجابي على كافة المواطنين وسيعزز فرص بناء السلام في اليمن. من جهته استعرض السفير الأمريكي مجالات الدعم الأمريكي القائمة والمستقبلية بما فيها المساعدات الإنسانية التي تجاوزت اعتماداتها هذا العام المليار دولار، وأشار إلى الدعم الواعد لقوات خفر السواحل وحرس الحدود اليمنية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى الدعم المقدم عبر وكالة التنمية الأمريكية خصوصا في مجال بناء القدرات المؤسسية. كما أكد السفير الأمريكي التزام بلاده بالعمل لإحلال السلام في اليمن مجددا دعم الحكومة الأمريكية لمجلس القيادة الرئاسي ولأمن واستقرار ووحدة اليمن. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك مع القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن كودروف وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتطورات في اليمن.
وأوضح وزير الخارجية أن الحكومة نفذت كامل التزاماتها بموجب شروط الهدنة وتعاملت بمسؤولية ومرونة مع الجهود المبذولة لتحقيق السلام رغبة منها في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الناتجة عن العدوان الحوثي بعد الانقلاب المشؤوم على السلطة. وأشار بن مبارك أن ميليشيا الحوثي ما زالت مستمرة في تعنتها إزاء رفع الحصار عن مدينة تعز وفتح الطرقات للمدينة، منوها إلى ضرورة ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي ووضع حد لسلوكها العدواني وسياستها العنصرية تجاه أبناء الشعب اليمني. من جانبه جدد المسؤول الروسي حرص بلاده على تعزيز علاقاتها باليمن وبذل كل ما هو ممكن للمساعدة في تحقيق السلام والسعادة الأمني والاستقرار. دشن وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد العمل بمشروعية الكيبل الكهربائي الاستراتيجي الدائم ومحطة الإرصاد الجوية الجديدة بمطار عدن الدولي. مزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل لبيب محمد علي. دشن وزير النقل الدكتور عبد السلام حميد اليوم ومعه وكلاء وزارة النقل والهيئة العامة للطيران المدني ورئيس الهيئة صالح بن نهيد ومدير عام مطار عدن الدولي عبد الرقيب العمري دشنوا عملية الربط الكهربائي المباشر والاستراتيجي لمطار عدن الدولي بطاقة إجمالية تقدر بخمسة ميجاوات تغطي احتياجات المطار ومرافقه وبتمويل ذاتي من الهيئة العامة للطيران المدني. هذا المشروع طبعا كلف تقريبا 681 مليون ريال بتمويل ذاتي من قبل هيئة الطيران ومطار عدن. هذا المشروع لأول مرة يدخل في المطار منذ إنشائه، وبهذا الإنجاز اليوم نستطيع القول بأن مطار عدن حلينا المشكلة في مطار عدن بشكل جذري. وإلى جانب ذلك أيضا هناك طاقة احتياطية أيضا اثنين أو ثلاثة مولدات في حال انطفاء الكهرباء العمومية بشكل عام في عدن. كل إنجازاتنا هذه وكل أعمالنا اللي نقوم بها في المطار وفي الموانئ وفي كل المجالات في قطاع النقل تأتي بناء على توجهات ودعم أيضا ومتابعة حديثة من قبل الأخوة في مجلس القيادة الرئاسي وحكومة المناصفة. كما دشن الوزير حميد ومرافقيه العمل بمحطة خدمات الإرصاد والملاحة الجوية التي ستقدم خدماتها في مجال الملاحة الجوية وتحديد اتجاه الرياح وسرعتها والضغط الجوي. واستمع الوزير من قبل المدير العام العمري إلى شرح مفصل عن أهمية هذه المحطة الواقعة في النقطة 08 والبالغ كلفتها 50,000 دولار. نبيل محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المؤقتة عدن. ناقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي مع محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي المشاريع التي ستشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة. واستمع الوزير الحريزي من المحافظ بن ماضي إلى أبرز الاحتياجات التي يمكن العمل بها في طرقات مديريات حضرموت، مؤكدا وقوف الوزارة إلى جانب المحافظ في كل ما يخدم مشاريع الطرقات بالمحافظة. بدوره شكر بن ماضي الاهتمام الذي توليه وزارة الأشغال العامة وصندوق صيانة الطرق والجسور بمحافظة حضرموت ومشاريعها، وأشار إلى حاجة المحافظة إلى هكذا زيارة للإطلاع عن قرب عن احتياجاتها في مشاريع الطرقات. هذا واستعرض المهندس معين الماس رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء جملة من التدخلات للمشاريع التي يمولها صندوق صيانة الطرق والجسور. زار وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بمحافظة حضرموت. وخلال الزيارة طاف الوزير والوفد المرافق له بأقسام المكتب واستمع من مدير فرع مكتب الوزارة إلى شرح حول سير العمل فيه والتحديات التي تواجهه. ودعا وزير الأشغال مكتب الأشغال العامة إلى مضاعفة الجهود منوها بضرورة تفعيل كل إدارات المكتب لمواجهة عملية النهوض التي تشهدها المحافظة. في سياق متصل اطلع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم محمد الحريزي والوفد المرافق له على ورشة المؤسسة العامة للطرق والجسور فرع الساحل والأعمال التي تقوم بها الورشة المركزية للمؤسسة ودورها في تنفيذ المشاريع الخدمية الميدانية، مستمعا من مدير عام فرع المؤسسة إلى جملة من الاحتياجات وأبرز الصعوبات التي تواجه عملها. هناك توجه من الحكومة برفع مصفوفة مشاريع عاجلة بحيث يتم اعتمادها في البرنامج الاستثماري للوزارة الذي تم
إيقاف الفترة السابقة. نتمنى من الأخوة في الحكومة وكذلك المجلس الرئاسي دعمنا في تنفيذ مثل هذه المشاريع. البرنامج طبعا سيكون طويل مع الأخ الوزير في افتتاح عدد من المشاريع ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع، وأيضا مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالمشاريع المتوقفة وأيضا الجهات الداعمة للمشاريع. بحث وزير التربية والتعليم طارق العكبري بالعاصمة المؤقتة عدن مع نائب المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف حنان سليمان تعزيز الجهود لدعم القطاع التربوي والتعليمي. وخلال اللقاء استعرض وزير التربية أوضاع العملية التربوية والتعليمية وأبرز التحديات والصعوبات التي تواجهها في اليمن، والتي منها إشكالات طباعة الكتاب المدرسي وأجور المعلمين الذين يبذلون جهود كبيرة في تسيير العملية التعليمية وضرورة الاطلاع عن قرب عن هذه المعاناة وتسخير الإمكانات اللازمة لذلك من مختلف المنظمات العاملة والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للمساهمة في تخفيف المعاناة وفقا للإمكانات المتاحة بما يسهم في استقرار التعليم. وأكد الوزير العكبري على أهمية التكامل والتعاون وتعزيز الشراكة مع منظمة اليونسيف في قطاع التعليم، مثمنا في ذلك الوقت تدخلات المنظمة في دعم المشاريع والبرامج التعليمية في اليمن، وأشار إلى أهمية استمرار جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة في دعم القطاع التربوي والتعليمي من خلال تلبية احتياج وزارة التربية من المشاريع والبرامج المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضع الاقتصادي للكوادر العاملة في الحقل التربوي والتعليمي. من جهتها أشادت المسؤولة الأممية بجهود وزارة التربية في استقرار العملية التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية التي مرت بها اليمن، مؤكدة تطلع المنظمة لخلق المزيد من التعاون وتعزيز الشراكة مع وزارة التربية والإسهام في الوصول إلى بيئة آمنة للتعليم. التقى وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في العاصمة المؤقتة عدن كبير مستشاري برنامج المياه وإدارة الموارد الطبيعية لمنظمة الفاو في اليمن الدكتور وليد صالح، الذي قدم شرحا مفصلا عن مشروع نظم إدارة معلومات المياه المزمع تنفيذه في اليمن بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة لتعزيز حوكمة إدارة المياه وبناء القدرات الوطنية وتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر. وأشار الشرجبي إلى أهمية المشروع لخلق قاعدة معلوماتية تدعم عملية التخطيط السليم وتساعد في اتخاذ القرارات المناسبة وحشد المانحين لتمويل مشاريع المياه في عموم مناطق الجمهورية، وتساهم في الحد من الكوارث الطبيعية خاصة الأعاصير والسيول. أشاد وزير الشباب والرياضة نايف البكري بدور نادي الشعلاء الرياضي الثقافي بعدن في الارتقاء بالعمل الشبابي والرياضي وتطوير مختلف الألعاب الرياضية داخل النادي. وشدد خلال لقائه إدارة النادي على ضرورة التنسيق مع مكتب الشباب والرياضة بعدن ورفع التقارير المالية والإدارية في وقتها المحدد، وضرورة التقييم لمختلف الأنشطة وأهمية المشاركة في المسابقات الرسمية لمختلف الاتحادات بعيدا عن السياسة وما يعكر صفو العلاقات الطيبة بين شباب الوطن. وأكد البكري حرص الوزارة ووقوفها إلى جانب النادي وتدليل الصعاب والبحث عن الأدوات المساعدة على الارتقاء بالعمل الرياضي والشبابي ودعم مشاريع البنى التحتية، من بينها تأهيل ملاعب كرة السلة والطائرة، موجها أيضا قطاع المشاريع لإعداد الدراسات الخاصة لإنشاء صالة رياضية مغلقة للنادي والبحث عن ممولين. من جانبه ثمن رئيس نادي الشعلة محمد حسن أبو علاء دعم واهتمام وزارة الشباب والرياضة بأندية عدن، مشيرا إلى أن النادي يسجل حضوره في مختلف المسابقات على مستوى المحافظة والجمهورية رغم الظروف الصعبة التي يمر بها. ارتكبت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران 175 خرقا للهدنة الأممية في جبهة الحديدة وتعز والضالع وصعدة والجوف ومأرب، وتوزعت بين 52 خرقا في محور حيس جنوب الحديدة و32 خرقا في محور البرح غرب تعز و31 خرقا في جبهة محور تعز و29 خرقا غرب محافظة حجة و23 خرقا جنوب وغرب وشمال غرب مأرب وأربعة خروقات جنوب غرب محافظة صعدة وثلاثة خروقات شرق مدينة الحزم بالجوف وخرق واحد في جبهة مريس بمحور الضالع.
وتصدت قوات الجيش والمقاومة لأربع محاولات تسلل نفذتها مجاميع حوثية مسلحة، ثلاث منها باتجاه مواقع عسكرية شمال غرب محافظة مأرب، ورابعة باتجاه مواقع عسكرية في جبهة الضباب بمحور تعز، فيما تنوعت بقية الخروقات بين إطلاق النار على مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بالمدفعية والعائرات المختلفة وبالطائرات المسيرة المفخخة، نتج عنها استشهاد 5 من أبطال الجيش وإصابة 8 آخرين، إضافة إلى عمليات استحداث مواقع وعيارات وقناصين في الجبهات المحيطة بمأرب، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات. الآن إلى درجة الحرارة وحالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. في ختام النشرة مشاهدينا عودة للتذكير بأبرز العناوين.
اللواء الزبيدي يشدد على أهمية عودة مؤسسات الإعلام الرسمية للعمل من الداخل والارتقاء بعمل الإعلام الرسمي. مجلس القضاء الأعلى يقر تشكيل عدد من الدوائر في المحكمة العليا وتفعيل العمل في جميع المحاكم والنيابات بالمحافظات المحررة. ميليشيا الحوثي ترتكب 175 خرقا للهدنة الأممية في عدة جبهات. وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. هذه تحايا طيبة من طاقم النشرة، دمتم بخير، في أمان الله. في أمان الله.